مسألة الحريات الأكاديمية واحد، اثنين هي مسألة المنظومة العمومية للتعليم اللي هو مكسب وطني للدولة التونسية. هذه هي المشاكل الأساسية بالنسبة لنا اليوم. اليوم لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح المنظومة الجامعية التي أقر الجميع من وزارة وحكومة وبرلمان أنهم هذه المسألة هي مسألة لم يعد فيها حديث ويزمنا نصلحوها مع بعض. انطلاقا من هذا التقييم الذي حصل وانطلاقا من وثيقة إصلاح أعتقد أنه عندكم علم بها وافق عليها البرلمان في 2015، وننتظر إلى حد اليوم متى ما سيقع التفعيل، متى سيقع التطبيق متى هذه الإجراءات الإصلاحية. إلى حد يومنا كل ما هو موجود هو خطاب استهلاكي عن إصلاح من قبل كافة وزراء التعليم العالي المتعاقبين. دونك هذه نقطة أولى. النقطة هذه تأكد أنه اليوم بعد الثورة حققنا مكسب كبير، هو أنه رؤساء الجامعات كما سي حميد بن عزيزة أصبحوا منتخبين. قبل كانوا معينين من قبل الوزير، وعلى أساس أنهم معينين كانوا إذن الأداة الطائعة في يد سلطة الإشراف لمواجهة الجامعة والجامعيين والطلبة وكل من له علاقة بهالتعليم الجامعي. اليوم رؤساء الجامعات ولو منتخبين. على هذا الأساس المكسب هذا قلنا يلزم مستقبلا نحترموا الحريات الأكاديمية. نذكركم أن النضال النقابة نتاعنا وكافة الأساتذة الجامعيين عندنا بكافة أطيافهم نظرنا من أجل دستارة الحريات الأكاديمية. أصبحت الآن بند موجود في الدستور التونسي. إيش معناها حرية أكاديمية؟ معناها تسيير الجامعة التونسية ما عادش تسيير من قبل سلطة الإشراف وزارة وإدارة مركزية وبيروقراطية وما شابه. هو من قبل أهل الذكر. أهل الذكر هما اللي عندهم أولاً الأهلية العلمية وثانياً اللي عندهم الشرعية الانتخابية. في هذا الإطار مثلاً تندرجوا قضية الساعة اللي هي مدير مؤسسة، مجلس علمي، مجلس جامعة، نظراً لظروف إنسانية بالنسبة للطالب قالوا له بإمكانك، هو جاء طلب وقدم مطلب مكتوب، عنده جنازة والده يوم الامتحان، غيره له اليوم آخر. عندنا أستاذة وحيدة قالت له من حقها تقول له، وحنا ندافعوا على حرية أي إنسان باش يعبر عن رأيه، أما كي تقول له لازمها تلتزم بقرار الأغلبية. الأغلبية شكون؟ المجلس العلمي الكل باستثناء هذه اللي قالت له، مجلس الجامعة كيف كيف، النقابة المعنية كيف كيف، يعني وحدها. عوضا أن تطرح المسألة على الهياكل الداخلية للوزارة، تمشي للسيد الوزير ومشات كافة الإحالات، الوزير ما جاوبش. هذا هو السؤال، لماذا لم تجب الوزارة عن مثل هذه المسألة؟ وخلاتها إلى حد أنها توصل إلى الأمن ويصبحوا أساتذة اللي هم منتخبين وعندهم صفة مدير مؤسسة ورئيس جامعة يمشيوا لمخفر الشرطة مع احترامي لأعوان الأمن يتحدثوا معهم في مسألة شنية؟ تاع أمور بيداغوجية ونوت وامتحان وقانون امتحان. هذا يقع فيه الحديث مع من؟ مع بروكيور دو لا ريبوبليك وكيل الجمهورية اللي يفهم الأمور هذه ونجموا نوصلوا معها الحل. أو يقع الحديث منطقي من قبل شكون؟ من قبل الوزارة ومن يمثلها. كان على الوزير أن يتدخل لقطع دابر هذه الاختلافات. هو بالعكس قام بعكس ذلك تماما. ونحن تساءلنا في البداية كنقابة ليس هذا تصويت حسابات مع رؤساء جامعات وتحديدا مع السيد حميد بن عزيزة اللي كان يمثل الموقف الرافض من التصور متاع السيد الوزير الحالي للتعليم العالي. وقت اللي تساءلنا يرد في قناة اسمها، وكالعادة السيد الوزير يمشي قناة اسمها أي قناة يمشي وحده، النقابة ماهيش موجودة، الأطراف الكل يسبها ويروح. هذا هو الإعلام الذي يقوم به. قلنا هذا ماهوش معقول، سبنا وقال النقابة تكون في بيانات غير مسؤولة. قلنا له اللي ماهوش مسؤول ماهوش احنا، احنا تساءلنا ومن حقنا باش نسأله، كل مواطن تونسي من حقه باش يقول الشيء هذا. اما اليوم باعتبارك انت تهمنا انا غير مسؤولي نقولوا شكون اللي غير مسؤول، احنا ولا انتوما؟ ها عندنا وثائق تفيد انه وقع اعلانك قبل 5 و6 شهور، عندنا وثائق انه السيد رئيس الجامعه وجهها لك بالفاكس وبالجميع الوسائل، هذا كل موجود. اذا انت الان اصبحت متهما بمحاولة تصفية حسابات، ما عادش تساؤل، أصبحت تهمة توجه إليك مباشرة. وأنا قلت أي هيئة قضائية في البلاد المستعد نمشي، أي هيئة سياسية وأي هيئة شعبية البرلمان نمشيو ونبعثوا لهم الوثائق هذه، والناس كل تحكم هذا السيد الوزير هو بصدد تصفية حسابات كلها. هذا بالنسبة للقضية متاعنا اليوم. بالنسبة لمشروع قانون، مشروع قانون الانتخابات وقع طرحه من قبل السيد الوزير. اولا شكلا هو قانون اراد ان يفرضه على الهيكل المنتخبه على الهيئه البيداغوجيه من ضمنهم السيد رئيس الجامعه، قالوا لا
هذا لا يمكن، هو نصف الحريات والديمقراطية والانتخابات. وتناقشنا مع بعضنا مع النقابة نفس الشيء، قلنا نفس الموقف، إلا أنه أراد أن يفرض على الجميع الانتخابات وقتها في نهاية السنة الجامعية عملوا، وقال أراد مش نعملها بالقانون اللي يحبه. قلنا له لا سبيل إليه، ونحن كأسادة سنقاطع هذه الانتخابات. إلى أن أصبحت هناك أزمة سياسية بأتم معنى الكلمة، وطرحت المسألة ما بين رئيس الحكومة والسيد الأخ الأمين العام نور الدين طبوبي، نشكره بالمناسبة اللي يتكلم باسم الجامعين الموجودين في إحدى النقابات الهيكلية عندنا في الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال ماهوش معقول نظموا انتخابات في ظل هذا الوضع. وكان تأجيل الانتخابات، المسؤول عن تأجيل الانتخابات ليس نحن. دونك هالقانون تاع الانتخابات اليوم فما عموما شبه اتفاق بعد بعض نقاط تفصيليه، وقلنا راهو القانون اللي مش نعملوه مستقبلا هو مش يكون قانون نتاع فتره طويله، هذا مش يكون فقط للانتخابات الحالية. يعني قدمتوا بدائل؟ شكرا. قدمنا بدائل وكانت كلها موثقه وتبعثت للبرلمان وتبعثت للوزاره وتبعثت لرئيس الحكومه. مؤاخذتكم على المشروع نتاع الوزيره ليش اتهمتوه بانه كان مشروع يعني مسقط؟ اولا انه من ناحيه الشكل هذا القانون لم ينبثق من عند الاساتذه الجامعيه، لم ينبثق من الهياكل. يعني نعم هو خرج واحد واراد ان يفرضه فرضا ويقعد معاه في جلسه تفاوضيه ام غدوه يقول سي النقابه وافقت والهيئات وافقت، الهيئات البيداغوجيه تقول ما وافقناش، واحنا نقول ما وافقناش، هو واحد يهزها تقول الانتخابات. وصلنا الحل تو، تقول دي تو وصلنا الحل اللي هو وقع الاتفاق على نقاط اساسيه في القانون، مش القانون في المنشور الانتخابي اللي مش يضمن الانتخابات الحاليه فقط، وغدوه بعد الانتخابات. لانه قلنا لهم احنا من الاول او كي تبدا في فتره انتخابيه ما تنجمش تغير القانون، ما تنجمش تغير قانون اللعبه وانت بصدد القيام بانتخابات. كما تجي تعمل انتخابات رئاسه الجمهوريه نبداو نناقشوا الانتخابات من يشارك فيها ومن لا يشارك فيها بهذه الطريقه وبتلك. يلزم من الاول يقع الاتفاق من الطلب، هناك انا نتريثوا شويه ونرجئ المساله الى ما بعد هذه الانتخابات ووصلوا مع بعضنا بالتوافق الى قانون يحظى برضا الجميع. في حكايه سيد النساء بالضبط المشكلة علاش وزير يعني هو تبرع مثلا وقال لك شنو المشكلة بالضبط؟ علاش امتنع عن الرد؟ علاش كان سكوت سلبي؟ أنا كان قلت صمت سلبي؟ نعم لأنه أنا قلت في تأويلي أنه هناك نية نتاع تصفية حسابات، لأنه السيد حميد بن عزيزة رئيس جامعة تونس ذا مواقف ضد هذا التصور ضد الحديث من السياسات اللي تبناها السيد وزير. دونك استهدف الوزير واراد ان يصفي حساباته بطريقه كيميائيه اللي يؤسف لها ماهوش معقوله في التقاليد الجامعيه. يعني بالرغم من الانتخابيه ومن رفض القرار الاغلبيه نعم. ولم يقف ضد اي نعم. اجراء بعثت المساله خليها تمشي الامن وكان هو ليس وزير تعليم عالي. علمنا يا اخي اذا انت لم تعد وزير تعليم عالي خلينا نسيرها وحدنا الجامعه التونسيه. شكرا اخي العزيز.